النهارده هنتكلم على اللور 5. لما اجي اتكلم على اللور 5 انا بتكلم على كاركترستيك فيتشرز بتاعته. رقم واحد هو عباره عن كام كاسب؟ هو عباره عن 3 كاسبس او 2 كاسب. لما يكون 2 كاسبس بيكون بقى الكاسب واللينجوال كاسب. يعني لور 4 يا دكتوره؟ اقول لك لور 4 لكن اللينجوال كاسب بتاعه بقى طويل شويه. خلاص يبقى احنا عندنا اللور 5 2 كاسب تايب زي اللور 4. 3 كاسب تايب زي ايه؟ لسه هناخده. طيب التو كاسب تايب زي اللور 4 تيبيكالي؟ لا. في ترانسفيرس ريتش؟ اه. البكال كاسب اطول من اللينجوال كاسب؟ اه، بس مش لدرجه ان اللينجوال كاسب يبقى تلتين البكال كاسب. في ميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف؟ لا. في ديستو لينجوال ديبريشن. في ايه؟ ديستو لينجوال ديبريشن. يبقى ده كل الفرق ما بين الفور والفايف، بالاضافه للفروق العاديه اللي احنا عارفينها دايما ما بين فرق اول سنه وتاني سنه. بمعنى دايما تاني سنه بتبقى سمولر اور لارجر؟ سمولر. هنا بنلاقي ان من اول البريمولرز او الكناينز، وانتوا واخدين بالكم ان حاجه، انا دايما بقول السكند بريمولر اقصر من الفيرست بريمولر لكن ماله اعرض شويه، يبقى هو شورتر عن الفور ووايدر عن الايه؟ عن الفور. ما اقدرش بقى ان انا اقوله سمولر، هو قصر وعرض، لكن ما اقدرش ان انا اقول ان هو اولوفر على بعضه بقى سمولر زي السنترال واللاترال مثلا. ماشي؟ يبقى ده في الدايمنشن. الراونديشن، دايما السنه الثانيه بتبقى مور اور ليس راوندد عن الايه؟ عن السنه الاولى. يعني اللور 5 مور اور ليس راوندد عن اللور 4. طيب يبقى الفرق ما بين اللور 4 واللور 5 التو كاسب تايب زي ما قلت لكم مور راوندد اقصر واعرض، لونجر لينجوال كاسب، ما فيش عندي ميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف، ده انا عندي ديستو لينجوال ايه؟ ديبريشن. صح ولا لا؟ طيب دلوقتي بقى نبدا ان احنا نتكلم على اللور 5 3 كاسب تايب. الكاركترستيك فيتشرز بتاعته ايه؟ هلاقي ان انا في عندي 3 كاسبس. بكال كاسب ذا لارجست وان، ميزيو لينجوال كاسب الثاني، ديستو لينجوال كاسب الثالث. يعني ايه يا دكتوره انت ليه بترتبيهم؟ هقول لك لان بمجرد ما اخذنا التراي كاسب بايب وانت طالع لازم تقول لي مين الكاسب الكبير ومين الكاسب الصغير، لازم ترتبهم لي. خلاص يبقى لما اقول لك السنه ديت فيها كام كاسب وكام روت لازم تقول لي من الاسبكت ده انا شايف. يعني مثلا لما اجي ابص من البكر الاسبكت انا مش شايف غير ايه؟ البكر، صح؟ انما من اللينجوال شايف الثلاثه، صح؟ شايف سوري شايف الثلاثه، شايف البكر، شايف الميزيو لينجوال، شايف الايه؟ الديستو لينجوال. طيب الميزيو لينجوال اكبر من الايه؟ من الديستو لينجوال، وسيبريتد وذ ايتش اذر باي ايه؟ ديفلوبمنتال جروف، لينجوال ديفلوبمنتال جروف. تمام؟ طيب بص للسنه كده من ناحيه الميزيال اسبكت شايف كام كاسب؟ تو كاسبس، صح؟ لان البكر كاسب هو كبير قوي فولد باي الايه؟ الميزيو لينجوال كاسب. طب الديستو لينجوال؟ لا ده صغير ورا الميزيال انا مش شايفاه. طب تعالى كده بقى بص لي من ناحيه الديستال، انت شايف كام؟ الثلاثه، برافو عليك. انا شايف البكال كاسب، الميزيو لينجوال كاسب، والايه؟ والديستو لينجوال كاسب. يبقى الكاركترستيك فيتشرز بتاعتنا اول حاجه في عندي 1 روت و 3 كاسبس، ونقول ترتيبهم. طيب دايما بيبقى في فاصل ما بين البكال كاسب وما بين اللينجوال كاسب جروف اسمه ايه؟ سنترال ديفلوبمنتال جروف. السنترال ديفلوبمنتال جروف دوت هياخد لي شكل واي شيب. طب ليه واي شيب يا دكتوره؟ انا عندي الميزيال والديستال فوسه كونكتد وذ ايتش اذر باي ايه؟ سنترال ديفلوبمنتال جروف، وفي نفس الوقت طالع منه جروف ثاني بيفصل لي ما بين الميزيو لينجوال كاسب وما بين الديستو لينجوال كاسب، صح؟ فالجروف ده اللينجوال مع السنترال عملوا لي شكل ايه؟ واي شيب ديفلوبمنتال جروف. خلاص؟ طيب بصوا معايا كده، هل في لينجوال كونفرجنس؟ نو لينجوال كونفرجنس ات اول. انا ما عنديش لينجوال كونفرجنس خالص، انا عندي اللينجوال قد الايه؟ قد البكر، ده اللينجوال فيه تو كاسبس والبكر فيه كام؟ كاسب واحد، يبقى انا عندي نو لينجوال كونفرجنس. يبقى كل السنان، لما كنت بقول القاعده تاني، كل السنان فيها لينجوال كونفرجنس اكسبت اللور 5 3 كاسب تايب، وكنا قلنا سنه ثانيه هي ايه؟ الابر 6. قلنا ان الابر 6 ديت بيكون فيها ايه؟ بكال كونفرجنس مش لينجوال كونفرجنس، العكس يعني دوت الاثنين ميزيال وديستال بارلل، مفيش عندي لينجوال كونفرجنس، صح؟ انما الابر 6 لا ده العكس، ده انا عندي البكال اضيق من الايه؟ من اللينجوال. يبقى كل السنان فيها لينجوال كونفرجنس اكسبت اللور 5 والابر ايه؟ الابر 6. تمام؟ طيب كده خلصنا الكاركترستيك فيتشرز بتاعتي.
الإرابشن ديت عند 11 سنة. عد زي ما احنا كنا بنقول 6 7 و7 و8 والكلام ده كله، لما تيجي توصل كناين فيرست بري مولر سكند بري مولر هتلاقي عند 9 سنين 10 سنين عند كام؟ 11 سنة. طيب الجنرال فيتشرز زي ما قلت لكم، السنة مالها الطول بتاعها بيقصر، الويدث بتاعها بيكبر، وبعد كده تعالى لما تيجي تتكلم على الروت، السنة اللي بتتخلع بروتيشن هما سنتين زي ما قلنا، الأبر سنترال والإيه؟ واللور فايف. ماشي؟ ليه اللور فايف؟ ليه اللور فايف؟ الأبر سنترال إحنا قلنا إن الروت بتاعه كونيكال، صح؟ بلف وانزل مفيش مشكلة. طيب اللور فايف إلى حد ما الروت بتاعه برود، أنا عندي الروت بتاعي كبير، بلانت إيبكس، الإيبكس بتاعتي مهاش بوينتد خالص، ديت إيه؟ بلانت، وفي نفس الوقت الروت ماله تخين. فأنا لما يكون عندي روت رفيع وبوينتد إيبكس وانا وكيربت ديستري ماشي الكلام، وانا جلفه هيحصل ايه؟ الحته الريت والايبكس دي هتتكسر، صح ولا لا؟ انما لما يكون الروت بتاعي كيربت ديستري بس الكيرفيتشر مش قوي فاين كيرفيتشر ماشي، وفي عندي الايبكس بتاعتي بلانت والروت بتاعي تخين، لو عملت روتيشن بسيط هيحصل ايه؟ ولا حاجه، هو كده كده تخين وماسك في بعضه، صح ولا لا؟ فعلشان كده من ضمن السنن اللي بعمل لها روتيشن الابر سنترال واللور فايف. خلاص؟ طيب الميزيال والديستال سلوب او الاوت لاين بصفه عامه، الميزيال والديستال بتاعتي اوت لاين ستريت، الميزيال سلوب والديستال سلوب مالهم ستريت. طيب الكونتاكت اريا مكانها فين؟ مور اوكلوزلي زي ما قلنا كده، مور اوكلوزلي الاثنين مع بعض، زي الابر كاناين كانت الميزيال في الجانكشن والديستال في الميدل وان سيرد، انما اللور كاناين كان الاثنين مالهم مور ايه؟ الاثنين كانوا في الانسايزال وان سير، صح ولا لا؟ ده نفس الشيء برضو هنا، الميزيال والديستال كونتاكت اريا، انا عندي الميزيال كونتاكت ديستال رايحه ناحيه الميزيال سلوب اطول ولا الديستال سلوب؟ الديستال اطول من الميزيال، خلاص احنا ما فيش قواعد تانية حصلنا لها اكسبشن، هو دايما في البريمولرز والكاناينز احنا بنقول ان الديستال اطول من الميزيال ما عدا الابر فور، وايه تاني؟ وديسيدوس كناين، برافو عليك، ديسيدوس ابر كمان. خلاص؟ طيب دلوقتي احنا رجعنا للقاعده بتاعتنا اللي بتقول لك ان الديستال سلوب اطول من الميزيال سلوب، وبالتالي الكاسبتيب راحت ناحيه ايه؟ الميزيال، تمام؟ طيب الكونتاكت اريا، الميزيال كونتاكت اريا موجوده فين؟ في الانسايزال او في الاوكلوزال وان ثيرد، الديستال كونتاكت اريا مور اوكلوزال سوري مور سيرفايكال، لكن الاثنين موجودين فين؟ في الاوكلوزال وان ثيرد، صح؟ زي اللور كناين، فهمنا؟ يعني الابر كناين واحده في الجنكشن واحده في الميدل، لما نزلنا اللور كناين بقوا من الاثنين فين؟ في الانسايزر، ده نفس الشيء الابر كناين واللور الابر فور واللور فور والابر فايف، الاثنين مالهم؟ الميزيال كونتاكت اريا موجوده في الجنكشن، الديستال موجوده فين؟ في الميدل، ما عدا ده الكونتاكت اريا طلعت لفوق شويه، بقوا من الاثنين فين؟ في الاوكلوزال وان ثيرد. خلاص؟ الايبكس احنا قلنا برودر ومور بلانت وليس كيرفد. طيب ده اللور 5 3 كاسب تايب 2 كاسب تايب، وده ايه؟ لور 5 3 كاسب تايب، شايفين ده 2 كاسبس بس اللينجوال بقى طويل شويه، عندي ترانسفيرز ريتش ماشي الكلام؟ عندي ايه؟ احنا قلنا ما بقاش عندي ميزيولينجوال ديفلوبمنتال جروف، بقى عندي ايه؟ ديستو لينجوال ديبريشن، حتى مش جروف، اسمه ايه؟ ديبريشن. خلاص؟ طيب تعالى لما نيجي نتكلم على اللينجوال اثبت، احنا اتكلمنا على البكل في الاثنين، البكل التو كاسب تايب والثري كاسب تايب واحد ما اختلفش، هيختلف لما نيجي نبص من ناحيه الايه؟ اللينجوال. ليه؟ لان انا من ناحيه اللينجوال بقى هيبان لو في عندي كاسب واحد ولا يكون عندي تو ايه؟ تو كاسب. فهتكلم لما يكون في عندي كاسب واحد اللي هو التو كاسب تايب ده، ولما يكون عندي كاسبين هتكلم عليها في السلايد اللي بعديه. خلاص؟ طيب ايه اللي اختلف؟ انا لسه قايلها في الاول، انا قلت اللور 4 زي اللور 5 اكسبت اللينجوال كاسب حصل له ايه؟ بقى اطول، صح ولا لا؟ طيب لما اللينجوال الكاسب يطول الاوكلوزال تيبل بتاعتي هيبان منها حبه كتير ولا حبه قليل؟ ليس اوكلوزال تيبل كان بي سي. يبقى انا عندي دلوقتي تعالى كده نقارن، ده اللور 4 وده اللور 5، احنا كنا بنقول ان في عندي ترانسفيرز ريتش بتوصلني ما بين البكل وما بين اللينجوال، عندي ميزيو لينجوال كونفرجنس،
عندي الميديال مارجنال ريدج كانت less او more cervical عن الديستال مارجنال ريدج. فاكرين الميديال مارجنال ريدج بتاعه اللور 4 كانت more cervical عن الديستال مارجنال ريدج، وكنت بقول ليه ان هي more cervical وانكلايند، علشان في عندي ايه بيشدها في الاخر؟ الميزيولينجوال ديفلوبمنتال جروف. انا عندي ايه؟ سوري، الميزيولينجوال ديفلوبمنتال جروف بيخلي لي الميديال مارجنال ريدج ديت more cervical وبيشدها لي لتحت، صح ولا لا؟ في الفايف رجعنا للقاعده الاساسيه بتاعتي ان الميديال مارجنال ريدج مور اكلوزال عن الايه؟ عن الديستال مارجنال ريدج. في كل البوستيريور تيس الميديال مارجنال ريدج عاليه والديستال مارجنال ريدج مالها مور سيرفايكل. خلاص، يبقى اللور 5 قلنا اللينجوال كات بقى طويل شويه، ليس اكلوزال تيبل سين فروم ذا لينجوال اسبيكت. قلنا ما عنديش ميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف، بس عندي ايه؟ ديستو لينجوال ديبريشن. الميديال مارجنال ريدج مور اوكلوزال عن الايه؟ الديستال مارجنال ريدج. وفي كل البوستيريور كده الميديال مارجنال ريدج عاليه عن الايه؟ عن الديستال مارجنال ريدج اكسبت لور 5 والابر 4، اللور 4 سوري والابر 4، صح ولا لا؟ لان الابر 4 الكونتاكت اريا عندي معكوسه، صح يا دكاتره؟ طيب تعالى بقى على الثري كاسب تايب. ادي اللور 4 زي ما احنا بنقول، هلاقي هنا بقى عندي ايه؟ ميزيولينجوال كاسب وديستولينجوال كاسب سيبريتد باي لينجوال فقط، ده جروف موجود في اللينجوال بس، ماشي؟ فبنسميه ايه؟ لينجوال ديفلوبمنتال جروف، جروف مش ديبريشن. خلاص، يبقى اللور 5 التو كاسب تايب انا ما عنديش لينجوال جروف فاصل لي ما بين التو كاسبس، لان اصلا ما عنديش تو كاسبس، صح ولا لا؟ انما انا عندي ايه؟ ديبريشن جاي ناحيه الديستال شويه، فعلشان كده بنسميه ايه؟ ديستو لينجوال ديبريشن. انما في اللينجوال في الثري كاسب تايب انا عندي تو كاسبس، التو كاسب طالما عندي تو كاسبس لازم يفصل ما بينهم ايه؟ جروف، لان ده لوب وده لوب هيفصل لي ما بينهم ايه؟ جروف، ديفلوبمنتال جروف. خلاص، اللينجوال كاسب الميزيولينجوال تلتين الديستولينجوال كاسب. نقول تاني، الميزيولينجوال كاسب تلتين الديستولينجوال كاسب، يبقى الترتيب البكال الميزيولينجوال والديستولينجوال. ليس اوكلوزال اسبكت كان بي سي. ميزيال مارجنال ريدج برضو اعلى من الايه؟ من الديستال مارجنال ريدج. يبقى الكلام كله متثبت زي ما احنا عارفين، باستثناء ان بدل لينجوال كاسب بقى عالي شويه، لا ده انا حصل لي بقى تو لينجوال ايه؟ كاسب سيبريتد باي ديفلوبمنتال جروب، لينجوال ديفلوبمنتال جروب. الميديال اسبكت ادي التو كاسب تايب وادي الثري كاسب تايب. قولوا لي بقى كده على الجيومتريك اوت لاين بتاعته، رومبويد ان شيب زيه زي الايه؟ زي اللور 4. احنا قلنا ابتداء من البوستيريور تيس اللور البروكسيمال اسبكت بقى ايه؟ رومبويد ان شيب. لكن لو تفتكروا ان الرومبويد بتاع اللور 4 كان مور او كله على بعضه ايه؟ انكلايند ايه؟ لينجوالي. ده برضو انكلايند لينجوالي، لكن الانكلاينيشن بتاعه قليل شويه، بالاضافه ان الثيكنس بتاع اللور 5 اكبر من الثيكنس بتاع الايه؟ اللور 4. يبقى اللور 5 الويتس بتاعه أكبر والثيكنس بتاعه أكبر، لكن اللينس بتاعه ماله؟ أقل. خلاص؟ يبقى رومبويد ان شيب with less lingual convergence، خلاص؟ أو less lingual inclination ووايدر إيه؟ ثيكنس. اتفقنا؟ طيب الأوكلوزال تيبل دي أكبر ولا دي أكبر؟ بصوا كده، الأوكلوزال تيبل هي الديستانس بتوين البكال أند اللينجوال كاسبس. يبقى الانتركاسبال ديستانس في اللور 4 قليله جدا، انما الانتركاسبال ديستانس في اللور 5 مالها كبيره. خلاص؟ طيب تعالى لي بقى كده الماكسيمم كونفكستي. ادي اللور 4 بتاعنا، البكال ماكسيمم كونفكستي كانت موجوده في السيرفايكل واللينجوال موجوده في الميدل، والبكال كاسب تيب كانت ماشيه مع الروت واللينجوال كانت ماشيه مع الايه؟ مع اللينجوال بوردر بتاع الايه؟ الروت، صح ولا لا؟ طيب تعالوا كده بقى على اللور 4 كده ما نشوف. ودوت اللور 4 على فكره 2 كاسب تايب او 3 كاسب تايب. ليه؟ انا الديستال مش باين في كلا الحالتين لو كان موجود يعني، صح؟ فدوت الميزيال بتاع 2 كاسب تايب او الميزيال بتاع 3 كاسب تايب مش فارقه معايا، كده كده الديستولينجوال كاسب ما بيبانش. طيب تعالى كده بقى هنلاقي ان البكه الماكسيمم كونفكسي موجوده في السيرفايكال 1/3،
اللينجوال ماكسيمم كونفكسي ادي الاكسبشن اللي احنا برضو كنا ياما اتكلمنا عليه موجوده فين؟ في الاوكلوزال 1/3. كل البوستيريور تيث اللينجوال ماكسيمم كونفكسي موجوده في الميدل 1/3 باستثناء اللور 5. الماكسيمم كونفكسي لينجوالي موجوده فين؟ في الاوكلوزال 1/3. يبقى الاكسبشن في اللور 5 احنا قلنا ان هو 3 كاسب تايب، ان هو ما فيهوش لينجوال كونفرجنس، ان اللينجوال ماكسيمم كونفكسي بتاعته فين؟ في الاوكلوزال 1/3. طب تعالى كده بصي لي كده على البكال ماكسيمم البكال كاسب تيب واللينجوال كاسب تيب. البكال كاسب تيب هلاقيها بكال للميد لاين بس ب 2 مللي بس. اللينجوال ماكسيمم كونفكسي او اللينجوال كاسب تيب هلاقيها لينجوال للميد لاين بكام؟ ب 4 مللي. يعني ايه؟ يعني شايفين المسافه دي؟ شايفين المسافه دي؟ ده اللونج اكس بتاعته. ادي البكال كاسب تيب بكال للميد لاين بكام؟ 2 مللي فقط. ولينجوال للميد لاين، لينجوال كاسب تيب لينجوال للميد لاين بكام؟ ب 4 مللي. طيب معنى كده ايه؟ معنى ان معظم الاوكلوزال تيبل بتاعتي موجوده فين؟ لينجوالي، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي لينجوال انكلينيشن ولا لا؟ عندي لينجوال انكلينيشن، صح ولا لا؟ لان لو ما فيش لينجوال انكلينيشن يبقى لازم المسافه ما بين البكال كاسب والميد لاين قد المسافه ما بين اللينجوال كاسب والميد لاين، صح ولا لا؟ يبقى الكراون بتاعي واقف. سهله؟ طيب انما لو كان عندي البكال كاسب تب قريب للميد لاين واللينجوال كاسب تب بعيد عن الميد لاين، يبقى معنى كده ان انا عندي ايه؟ لينجوال انكلينيشن. طب لما يكون البكال كاسب تب على الميد لاين واللينجوال كاسب تب بعيد قوي، يبقى انا عندي ايه؟ سيفير لينجوال انكلينيشن او لينجوال تيبنج. برافو عليك. خلاص؟ يبقى البكال كاسب تب موجوده بكال للميد لاين ب 2 مللي، اللينجوال كاسب تب موجوده لينجوال للميد لاين بكثير لكن برضه ماشيه مع اللينجوال بوردر اوف ذا ايه؟ اوف ذا روت. ماشي؟ طيب في عندي ايه تاني؟ عندي هوريزونتال ستريت ميزيال مارجنال ريدج، انما هنا كانت ايه؟ انكلايند واخرها ايه؟ ميزيولينجوال ديفلوبمنتال جروب، انما انا عندي هنا المارجنال ريدج مالها؟ ستريت مارجنال ريدج. سهل يا دكاتره الميزيوم؟ طيب تعالى كده بقى لما نتكلم على الديستال اسبكت. الديستال اسبكت بقى هو اللي هيختلف. ادي الديفرنسز بتوين الميزيال والديستال، ده لو كان تو كاسب تايب. ده لو كان ايه؟ تو كاسب تايب. هلاقي هي نفس الفروق العاديه جدا ما بين اللور 4 ميزيال سوري اللور 5 ميزيال واللور 5 ديستال، هيها نفس الفروق بالظبط العاديه اللي هي ايه؟ الاوكلوزال تيبل بتاعتي هلاقيها ان هي هتبان اكتر شويه. ليه؟ المارجنال ريدج حصل لها ايه؟ مور سيرفايكال، صح؟ مش احنا قلنا ان الميزيال مارجنال ريدج اعلى او مور اوكلوزال عن الديستال مارجنال ريدج؟ فلما تيجي تبص من الميزيال انت هتلاقي كلوزر تيبل قصيره، لما تيجي تبص من الديستال هتلاقي كلوزر تيبل ايه؟ اكتر، لان المارجنال ريدج بتاعتي نزلت لتحت. يبقى اول حاجه هلاقي مور اوكلوزال تيبل انا اقدر ان انا اشوفها، بعد كده الكونتاكت اريا اللوكيشن والسايز، بعد كده السيرفايكال لاين، بعد كده الديفلوبمنتال ديبريشن. مفيش اختلافات كتير، صح ولا لا؟ طيب تعالى لي بقى كده عند الديستال بقى، حدث ولا حرك. خلاص؟ انا عندي كام كاسب بيبان من الناحيه دي؟ خلاص عندي بكال كاسب، عندي ميزيولينجوال كاسب، عندي ايه؟ ديستولينجوال كاسب. الاوكلوزال تيبل اللي باينه باين معظم الاوكلوزال تيبل بتاعتي. اللور 5 والمولرز كلها بصفه عامه هيبدا يبقى عندها حاجه اسمها ديستال تيبنج. زي ما هم عندهم لينجوال تيبنج الكراون جايه ناحيه اللينجوال، برضو عندهم الكراون جاي ناحيه الايه؟ الديستال. يبقى دايما من اول البوستيريور تيس اعرف ان احنا في عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها ديستال تيبنج. الكراون ما بيبقاش ستريت كده، لا ده بينزل شويه او بيميل شويه ناحيه الايه؟ الديستال. هو ده اللي بيخلي الميزيال مارجنال ريدج عاليه والديستال مارجنال ريدج مالها؟ مور سيرفايكال. خلاص؟ هنا انا شايفه ايه تاني؟ اقدر ان انا اشوف من هنا ايه تاني؟ بس اللينجوال ديفلوبمنتال جروف انا ساعات بشوفه، لكن ما اقدرش ان انا اقول لان دايما يعني هو بيكون مستخبي ورا اكتر. فهو انا ما اقدرش ان انا اشوف من الديستال اسبكت اكتر من الحاجات دي. طيب الاوكلوزال اسبكت، لما نيجي نتكلم على الاوكلوزال اسبكت، انا عندي الاوكلوزال اسبكت احنا قلنا السنه دي فيها كام كاسب تايب؟ 2 كاسب تايب و3 كاسب تايب. لما نيجي نتكلم بقى على الاوكلوزال اسبكت، 2 كاسب تايب له 2 تايبس اوف اوكلوزال شيب، بمعنى ده بكال كاسب وده لينجوال كاسب، ده بكال كاسب وده لينجوال كاسب، انما ده مش الشكل ده، صح ولا لا؟ يبقى التو كاسب تايب انا كده بتكلم على ايه؟ على التو كاسب تايب، ما اتكلمتش على التري كاسب تايب. التو كاسب تايب له شكلين، شكل السنترال ديفلوبمنتال جروف بتاعه الاثنين لهم لينجوال كونفرجنس. لما تتكلم على التو كاسب تايب لازم يبقى له لينجوال ايه؟ كونفرجنس.
احنا كنا بنتكلم بنقول ان اللور 5 اللور 4 ماله ها دايموند ان شيب الجيومتريك اوت لاين بتاعته، انما هنا الجيومتريك اوت لاين ايه راوندد. يبقى التو كاسب تايب الجيومتريك اوت لاين بتاعته بتبقى ايه راوندد عن اللور 4. طيب في عندي ده الجيومتريك اوت لاين بتاعتي بتبقى ايه بتبقى راوند، انما البكه الكاسب بتبقى موجوده فين؟ في الميزيال وفي البكل، صح ولا لا؟ في الميزيو بكل. طيب اللينجوال كاسب تيب موجوده على الميد لاين ما يهمنيش، ادي الاليفيشنز اللي موجوده البكل كاسب تيب اللينجوال كاسب تيب بالايه بالمارجنز بتاعته او بالارمز بتوعه. عندي ترانسفيرس ريدج ده تو كاسب تايب، يبقى عندي ترانسفيرس ريدج صح ولا لا؟ يبقى ادي الاليفيشن الثاني. عندي ميزيال مارجنال ريدج وديستال مارجنال ريدج، ادي الاليفيشن الثالث. طيب تعالوا كده ما نتكلم على الديبريشنز. الدبريشن اللي موجوده السنترال ديفلوبمنتال جروف لما تكون الترانسفيرس ريدج عريضه شويه بتديني سنترال ديفلوبمنتال جروف شكله ايه؟ شكله واي شيب، شكله ايه؟ واي شيب. انما لما تكون قريبه من بعضها او الميزيال او المارجنال ريدج قريبه من بعضها بتديني شكل الايه؟ الاتش شيب. يبقى اللور 5 تو كاسب تايب له في الاوكلوزال شيب بتاعه شكلين، شكل السنترال ديفلوبمنتال جروف بتاعه واخد يو شيب والشكل الثاني واخد الايه الاتش شيب. يبقى ادي الديبريشنز، دي الديبريشن بس اللي موجوده اللي هو السنترال ديفلوبمنتال جروف. في ايه ثاني؟ الفصه ميديال وديستري، وفي عندي ايه سبليمنتال جروف. زي ما اتفقنا ان السبليمنتال جروفز دايما بتبقى موجوده في السنه الثانيه اكتر من الايه من السنه الاولى، يعني اللور 5 دايما الاقي فيها سبليمنتال جروف، اللور 4 ما لاقيش فيها سبليمنتال جروف. طب اللور 6 مفيش، بدانا كاتيجوري جديده. احنا بنقول كل ما نرجع لورا السبليمنتال جروف بيزيد في نفس الكاتيجوري في البريمولرز الثاني اكتر من الاولاني. طب في المولرز اللور 6 ما فيهوش خالص، اللور 7 فيه، اللور 8 فيه اكتر. ماشي، يبقى في عندي سبليمنتال جروف. طيب تعالى لي بعد كده بقى على الثري كاسب تايب. ده اوكلوزال شيب 3 كاسب تايب، ادي بكل كاسب، ادي ميزيولينجوال كاسب كبير، ديستولينجوال كاسب صغير. بص كده على الجيومتريك اوت لاين بتاعتي عامله ازاي؟ سكوير شيب او ريكتانجل ان شيب، صح ولا لا؟ لو شلنا البكل دي ما عنديش لينجوال كونفرجنس، فالشكل بتاعي عمل ايه؟ سكوير شيب. فانا عندي الجيومتريك اوت لاين بتاعتي مبدئيا من بعد البكل ريدج شكلها ايه؟ سكوير. طب ده ليه شكله سكوير؟ ليه ما عنديش لينجوال كونفرجنس؟ انا عندي في اللينجوال 2 ايه؟ تو كاسبس. طيب تعالوا كده ما نتكلم على الاليفيشن وعلى الديبريشن. البكل كاسب بتاعي موجود في الميزيو بكل زي ما احنا متفقين، خلاص. وادي الميزيو لينجوال كاسب، وادي الديستو ايه الديستو لينجوال كاسب. الاليفيشن ايه تاني غير الثري كاسبس دي؟ في ترانسفيرس جروف موجود في الكلام ده؟ ترانسفيرس ريدش موجوده؟ ما عنديش، انما عندي ايه ما بين الميزيو لينجوال، هنبدا في الديبريشنز بقى، ما بين الميزيو لينجوال والديستو لينجوال عندي ايه؟ لينجوال جروف. بيطلع لي منين؟ بيطلع لي من السنترال ديفلوبمنتال جروف. ثاني ما بين الميزيو لينجوال والديستو لينجوال، ادي ميزيو لينجوال كاسب، وبين الديستو لينجوال كاسب انا عندي ايه؟ لينجوال ديفلوبمنتال جروف. اللينجوال ديفلوبمنتال جروف ده دايما بيطلع لي منين؟ من السنترال ديفلوبمنتال جروف. الاثنين مع بعض ادوني شكل ايه؟ وفي النص في عندي فصه. دايما ما بين اي جروف والثاني، ادي جروف وجروف، لازم في النص يبقى فيه ايه؟ فصة، اللي احنا بنسميها هنا السنترال فصة. يبقى الشكل بتاعي دلوقتي اداني شكل ايه؟ واي شيب. يبقى السنترال ديفلوبمنتال جروف مع اللينجوال جروف ادوني شكل الايه؟ الواي شيب. سبليمنتال جروفز؟ اه طبعا في سبليمنتال جروفز، مش معنى ان هو 3 كاسب تايب ان هو ما فيهوش. يبقى تعالوا كده دلوقتي هنقول الاليفيشنز اللي موجوده ايه؟ ها البكل كاسب بالتو كاسب ارمز، الميزيو لينجوال كاسب، الديستو لينجوال كاسب، وايه تاني؟ ميزيال مارجنال ريدج وديستال مارجنال ريدج، دي الاليفيشنز. الديبريشنز سوري، اول حاجه الميزيال تراينجولار فصه والديستال تراينجولار فصه، وصل ما بينهم على طول بقى ايه؟ سنترال ديفلوبمنتال جروف. هيطلع من السنترال ديفلوبمنتال جروف ايه؟ لينجوال جروف. ما بين السنترال واللينجوال في عندي ديبريشن اسمه ايه؟ سير ها سنترال فوس. بعد كده في عندي ايه؟ سبليمنتال جروفز. يبقى في عندي سته اليفيشن، انا مش كاتباهم ولا كاتباهم؟ كاتباهم. خلاص اتفقنا يا دكاتره؟
طيب اوكي. البلب كافيتي زي ما احنا متفقين هيكون نارو بلب كافيتي، نارو بلب هور من البكل. بص من البروكسيمال هتلاقي وايد بلب تشامبر لحد النص تقريبا، يعني دي مش قوي الرسمه دي، لحد النص تقريبا عندي وايد بلب تشامبر، وبعد كده بيبدا يحصل ايه كونستريكشن. هل بيبقى في عندي لينجوال كاسب هورن؟ لا مفيش عندي لينجوال كاسب هورن، بس عشان للاسف ما لقيتش غير الرسمه دي. انا عندي اللينجوال قصير، لو عندي حتى الميزيو لينجوال والديستو لينجوال دولت ما لهمش بلب هورنز. انا بلاقي بروميننت بكل بلب هورن، لكن اللينجوال بيبقوا عاده ريجيومنتري وبيحصل لهم ايه اتريشن بسرعه. خلاص يا دكاتره انا كده خلصت.